استكمال مسار التنمية المحلية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة استكمال البنى التحتية المتمثلة في تدشين 3000 مقعد بيداغوجي من أجل تحقيق جامعة التعلم والتمكين مدى الحياة، جامعة رائدة مبدعة مبتكرة وقاطرة للتنمية المحلية والوطنية ومشعة على المستوى الدولي طبقا للالتزام 41 للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي جسد بالفعل في هذا المكان الثوري، هذا المكان المبارك.